ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم قناة شافي وشكو إبراهيم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجنا إشاعة وحقيقة. إن شاء الله هذا البرنامج اللي غادي نقدم لكم فيه نصائح جيدة غادي تفيدكم، وإن شاء الله غادي نقدم فيه دروس ممتازة، وغنهضروا في بعض المسائل الخاصة بهذا الميدان ديالنا، في الميدان ديال الطبخ والحلويات. إن شاء الله غادي نهتموا اليوم ان شاء الله بالزبده، ديال الزبده، انواع الزبده. الاغلبيه النساء كيعرفوا ان الزبده يعني كالزبده عندهم، اشنا هي الزبده ديال التراق، اشنا هي الزبده، اشنا هي هذه. يعني هنا كاين واحد الخلل كبير عند بعض الناس في هذا الموضوع بالضبط. يعني الناس ما كيعرفوش اشنا هي الزبده ديال التراق. الزبده ديال التراق راه معروفه، يعني اللي كنورقوا بها الكرواسون، اللي كنورقوا بها سميتو يعني، والورقه العجينه المورقه، هادو هما الزبدات. انا حنا اليوم غادي نطرقوا لانواع الزبدات. عندنا هنا الزبدات، جبت الزبده باش غير نعرفكم على انواع الزبده. هذه زبده يعني كتعرفوها كامل كتبعها. انا دروكا راه كنديرها لهاد الشركات البيبليسيتي هكاك. هذه زبده ديال كناكلوها ديال الاكل، وكاينه زبده ديال العبار اللي كتباع بحال هكا. زبده حتى هي ديال العبار، كتكون ديك الزرقاء كبيره ديال 5 كيلو زبده ديال العبار، هادو كيتسموا الزبده. عندنا هادو حتى هما هادو صالحين، زبدات ديال الدهن، كلهم ديال الدهن. هادو ما يصلحوش لينا لا في العجينه المورقه لا في العجينه ديال الكرواسون. هادو نقدروا نستعملوهم في دي بتي فور، نقدروا نستعملوهم في الحويجات. هاد بحال هاد الزبده كنستعملوها في العجائن، يعني في العجائن كاملين، وكنستعملوها في الاكل، وكنستعملوها باش نصوبوا السمن وباش نصوبوا بزاف ديال الحوايج. وهادي حتى هما كيصلحوا للدهن، كندهنوا بهم الخبز، وممكن نعجنوا بهم البتيفور، ممكن نعجنوا بهم بزاف ديال الحاجات. غير الحاجه الوحيده اللي مهمه عندي خصكم تعرفوها، ان الزبده ديال التوراق هي هادي. هادو عندنا هاد لامارك، هاد لامارك هادي صالحه للتوراق. علاش صالحه للتوراق؟ لانها قاصحه. قاصحه زبده التوراق خصها تكون قاصحه. عندنا هاد الشكل، عندنا هاد الشكل حتى هو، ها هو زبده ديال التوراق حتى هي، كلهم هادو صالحين لانهم زبده التوراق. وهادو مميزين. انا بالنسبه لي كنخدم بهاد لامارك، وكنخدم بهاد لامارك الا متوفره، الا كانت عندي هذه متوفره كنخدم بها، هي هذه كنفضلها عليهم كاملين. الا ما كانش هاد لامارك كنخدم بهذه، الا ما كانش هذه كان هي هذه هي اللي كندير في المرتبه الاخيره. كاينين الناس كيسولوك على الدا بحال هاد لامارك، هاد الماركه حتى هي كتصلح للتوراق. بالنسبه للناس اللي كيلقاو الزبده بحال هادو ما كيصلحوش للتوراق. هذه كتصلح للخبز، ها هي انتم شفتوها، كتصلح للخبز وكتصلح للعجائن وكتصلح لاسيت. هذه ما تصلحش لينا باش نصوبوا بها يعني العجين المورق. من فضلكم انا الان شرحت لكم، يعني انا كنشرح لكم انه اللي بغى الزبده ديال التوراق دائما يقلب على الزبده طوبه قاصحه، ماشي تكون الكونجيلاتور. هادو ما فيهمش رائحة الماء نهائيا، رائحة الماء ما فيهمش، هادو ما فيهمش رائحة الماء، هما ناشفين، كتجي الزبدة ديالهم ناشفة. غادي نشوفوهم كاملين، ها هما، ها الأخرى حتى هي ناشفة، كتجي ناشفة، ها الأخرى حتى هي كتجي ناشفة. كاع هاد الزبدات هما اللي كيصلحوا لنا للتراق. بمجرد أنكم سديروا الطريقة اللي كندير في العجين، كتصوبوا العجين ديالكم، كديروا فيه هاد الزبدة، وكتعرفوا تسرحوا لاباط ديالكم والتراج كيفاش تصوبوه، أنا نضمن لكم أنكم غادي تنجحوا إن شاء الله الرحمن الرحيم في الكرواسة ديالكم، وغادي تنجحوا إن شاء الله في العجينة المورقة. ها هي الزبدة، يعني ما بقاوش ندخلوا اشنا هي الزبده اللي كتصلح اشنا هي. هذا هو الفيديو اللي درت لكم باش تكونوا متاكدين انني بينت لكم بالبراهين الزبدات اللي غادي يصلحوا لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هما هادو الزبدات اللي غادي يصلحوا لكم. ها الاخرى حتى هي شفتوها فيها نص، ها هي هذه الزبده خاصه بالتوراق. اما بالنسبه للكرواسون،
كاين الناس كيقول لك الشاف ما عندناش، بحال الناس السيدات اللي في الخارج ما عندناش هذا سميتو. هذه اللي قلبتوا عليها كاينه في فرنسا، كاينه حتى في فرنسا، ماشي كاينه في الدول ديال الخارج. اللي قلب ماشي هاد لا مارك، عندهم دي مارك غير الزبده دي. هاد الزبده هي القاصحه بحال الطوبه شاده راسها. اما بالنسبه لهذه نستعملها في كرواسون، ما يمكنش تخرجوها انتوما. هذه حتى هي نستعملها في الزبده في الكرواسون وفي الفلتاج، ما يمكنش يخرجوها الناس العاديين، ما يمكنش يخرجها ربات البيت في الدار ديالها نهائيا. لان علاش ما يمكنش تخرج؟ هذه حتى هي هذه الزبده سبيسيال يعني للاكل، يمكن نديروها في كرواسون، يمكن نديروها في كرواسون. وين المحترفين يعني الانسان المحترف. بالنسبه علاش الانسان المحترف؟ لان الظروف اللي كتوصل الانسان المحترف انه بحال هذه الرخامه ديالي، هذه الرخامه اللي كتشوفوا فيها في الباتيسريات كتكون محطوطه على ثلاجه، ثلاجه خاصه بالفلتاج وبالكرواسون. هذيك الثلاجه عندها بيبان، عندها بلايص فاش كندخلوا الطوات وكنخرجوا الطوات، عندها بلاصه فاش كندخلوا العجين وكنخرجوا العجين. هنا كان العجين ديالنا دائما في هاد الزبده، في هاد الزبده كيستمر في واحد العمليه كتستمر تقريبا حتى 12 ساعه الا بغينا نحصلوا على نتيجه مزيانه. كنخرجوا ندخلوا نخرجوا ندخلوا، وفي نفس الوقت هاد الرخامه كتكون بارده غلاسيه. ملي كندخلوا للعمل ديالنا في الصباح ولا كندخلوا في العشيه العمل في المخابز اللي نتوما في اللي فيها الانسان، اش كيلقى ملي كيدخل؟ كيلقى هاد الرخامه عامره بالما فوق منها، عامره. كيمسح الرخامه ديالو هي الاولى، عاد كيبدا العمل ديالو، لان هاد الرخامه كتشد البرد قوي باش ملي تحط فوق منه العجين ما يسخنش. لان هاد الزبده مجرد ندخلها في العجينه الان فوق هاد الطبله العاديه غدوب ليا. هناك تقنيات، هذا هو علاش قلت لكم الان ملي كيهضر الانسان كيقول لك الزبده سبيسيال يمكن ندير. لا، ما عمركم تحاولوا ديروها، جربوا. اللي بغى شوف، الانسان اللي ما جرب حتى حاجه خصو يجرب، ما تصدقش لكم. لان الزبده ملي كتذوب وسط العجين كيخسر العجين، ملي ما كتكونش في طاش ما كتجيش زوينه، ما تجيش نهائيا ما تجيش. كاينين محاولات انه هاد الطبله ديالكم تحطوا فوق منها شي حاجه بارده او تحطوا فوق منها، وبزاف ديال المحاولات. في المثال انا غادي نوريكم اخر محاوله داروها، صوبوا الرولوات بحال هادو، ها هما اخر محاوله دارت صوبوا هاد الرولو. اشنا هو؟ ايطونش كان عمرو بالثلج، كان عمرو في المثال كان عمرو بالماء، ونسدو وندخلو الكونجيلاتور يبقى فيها 24 ساعه. كيولي هذا حجر ديال الثلج، هذاك الداخل ديالو، داك الماء اللي درت كيتجمد كيولي حجر كتسرحي به. هذا كيعاون باش تخدم شي حاجه بالزبده بحال هكا. ويني ها هو عاوني من الفوق، من الفوق كيعاوني، لتحت ديال الطبله ديالي سخون، ما غاديش يعاوني، يعني ما غاديش تخرج ليا الكرواسه ديالي مزيانه. لان اشنو خصني؟ خصني البرد وخص لا رابيديتي. يمكن نخرجها بهذا وبهذا الطبله، انا نخرجها. الناس ما يخرجوهاش، علاش ما يخرجوهاش؟ لاننا غادي ندخل العجين ديالي للثلاجه نبردو، خصني نوجد الزبده ديالي بارده. هاد الزبده ديالي نضغطها ونقادها مربع اللي غندير في وسط العجين ديالي، العجين ديالي يكون بارد، نخرج الزبده ديالي بارده نحطها الوسط ونسد العجين ديالي ونسرحو بواحد السرعه باش ندوز لهذاك التور الاول باقصى سرعه ممكنه، ونسدو نديه للثلج ونخليه 20 دقيقة 15 دقيقة على حسب الثلاجة ديالي الا باردة مزيان. من بعد 15 دقيقة نخرجو ندوز ليه التور، من بعد 15 دقيقة 20 دقيقة نخرج ليه ندوز ليه التور الثالث والاخير ونقطع، تجيني مزيانة. ديك الساعة ما غاديش تخرج ليا. اما بالنسبة باش نصوبها باش الانسان ما يكونش السراح اللي كيسرح به بارد، ما تكونش الكرواسون ديالو بارده، والطبله ديالنا ما خصناش نديرو فوق من هذيك الساعه شي حاجه سخونه، خص الرخامه تبقى في هاد البروديه الطبيعيه دروك ديالها. اما البروديه باش نخدم الزبده وباش نخدم ما كايناش في الرخامه، خصنا الثلاجه تحت منها. هذا هو المهم عندنا. انا شرحت لكم الزبده هادو فيهم بزاف ديال لي مارك،
انا وريتكم، انا غير وريتكم الشكل ديال الزبده. كاين بزاف ديال الماركات المزيانين، وفي الاسواق اسواق كاينين بحال هاد الثلاثه اللي وريتكم كنخدم بهم، هما اللي كيخدموا اغلبيه ديال الباتيسريات، اغلبيه ديال الباتيسريات في المغرب باش كيخدموا هاد الشكالات باش كيخدموا. يعني كاينين شكالات اخرين يمكن لكم تستعملوهم، مجرد واش قاصحه الزبده ديالكم، واش قاصحه الزبده ديالكم، هذا هو المهم، هذا هو المهم. خصها الزبده تبقى صحه، ماشي ديريها في الثلاجه وتجبديها ليا وتقول لي راه قاصحه وهي فعلا ماشي لا مارك اللي ناشفه. خصها تكون لا مارك اللي ناشفه، هذا هو المهم، خصها تكون ماركه ناشفه. وملي كان ان شاء الله ملي غادي نخدموا بها كندير واحد، كنجيب واحد الرولو غنخدموا بهاد الزبده ديالنا، هاد الزبده ديالنا ملي غادي نخدموا بها كنجيب الرولو بحال هكا، كنضغط الزبده ديالي بحال هكا، ها هي كتجيني على شكل مربع، وهذا الشكل المربع هو اللي غادي ندير في العجين ديالي، هذا الشكل المربع هو اللي غادي ندير في العجين ديالي ان شاء الله. هذا هو المأمول. نتمنى منكم تكونوا فهمتوا هذا الموضوع وفهمتوا هذا اسميتو، ونتمنى انني افدتكم ان شاء الله في هذا الباب بالضبط، في هذا الباب ديال الزبده اللي تصلح لنا والزبده اللي ما تصلحش لنا. جميع الزبدات من هذا الشكل اللي كيتداروا لهم الخبز وكناكلهم ماكله طبيعيه كيصلحوا لنا البتيفور وكيصلحوا لنا الحويجات اخرين. بالنسبه لنا حنا كعامه الناس اللي في ديورهم، كعامه الناس اللي كانت في الكويزين ديالهم، الا ما عندهمش الامكانيه ديال الفروه والامكانيه ديال سميتو، ما عمرهم غادي يصوبوا الزبده كرواسون بهذه الزبده. الا جاب الله بغيتو سميتو هاد 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 الزبده ديال التراق، راه ممتازات ومزوينات، والرائحه ديالهم وفي المذاق ديالهم، لان هذه زبده طبيعيه نباتيه، زبده نباتيه مارغرين، وهادو كلهم حتى هادو ديال الاكل كلهم زبده نباتيين. يعني هذا هو الفرق ما بين الزبدات، ونتمنى ان افدت عدد من النساء اللواتي دائما كيقولوا في اش من الزبده اش من الزبده اش من الزبده، يعني انني شرحت لكم اش من زبده، ما كنقولش لكم ديروا هذه الزبده هذه هذا لامارك او هذا لامارك، كنقول لكم شوفوا الزبده ديال التراق، الزبده ديال التراق فاصحه شاده راسها ما فيهاش الماء نهائيا. داكشي علاش ما تخرجش لينا من العجينه ديالنا، واخا العجين ديالنا طبيعي سخون ما تخرجش منه الزبده، الا جاب الله كان العجين سخون وهاد الزبده ماشي نورمال ماشي فيها الماء راه ما تخرج لكم نهائيا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله راه كل يوم غادي نعطيكم حلقه باذن الله في هذا الميدان، في هذا البرنامج اللي غندير نعطي فيه نصائح ان شاء الله في جميع المواد وفي جميع الحويجات، باش الانسان يكون عنده عقليه ديال هذا الميدان ويكون يعرف اشنا هو اللي كيصلح واشنا هو اللي ما كيصلح. الله اكبر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.